الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. نافذة جديدة إلى عالم التير هيرتز، عدسات بمعمارية مبتكرة تعمل ضمن نطاق أشعة التير هيرتز. يقع نطاق أشعة التيرا هيرتز في الطيف الكهرومغناطيسي بين نطاق الموجات تحت الحمراء ونطاق موجات الميكروويف، أي أن تردد الأشعة التيرا هيرتز يتراوح بين 100 جيجا هيرتز وحتى 10,000 جيجا هيرتز، أي 10 تيرا هيرتز. وتعتبر الأشعة ضمن هذا النطاق الترددي من الأشعة التي لن تستغل بشكل كافي، على الرغم من أنها تبشر بعددا كبيرا جدا تطبيقات التصوير الجديدة وشبكات الاتصالات اللاسلكية التي تعمل عند نطاقات ترددية عالية جدا وغير ذلك من التطبيقات. ويعود سبب عدم الاستغلال الأمثل لهذه الأشعة إلى قلة عدد الأجهزة أو العناصر الإلكترونية التي تستطيع أن تتعامل مع موجات في هذا النطاق الترددي. إن أي نظام ضوئي يتعامل مع ترددات من رتبة التيرا هيرتز سيحتاج حتما إلى عدسات تقوم بوظيفة تركيز الإشاعات الواردة، سواء كان ذلك في مجال التصوير أو في مجال الاتصالات اللاسلكية أو في أي مجال آخر. ومعظم العدسات المستخدمة حاليا تقوم بتركيز الطاقة الضوئية بالاستفادة من خصائص انكسار المادة المستخدمة. فالنظارات الطبية على سبيل المثال تستخدم الزجاج المحدبة لثني الضوء المرئي وتركيزه على بقعة معينة، ولكن كما سنلاحظ لاحقا أن عدسات التيرا هيرتز هذه لا تعتمد على خصائص المادة التي تم تصنيعها منها، وإنما تعتمد على طريقة بناء هذه المادة. فقد قام مجموعة من العلماء في جامعة براون بتطوير نوع جديد من العدسات التي تعمل على تركيز أشعة التيرا هيرتز بطريقة مختلفة وبكفاءة تساوي أو تفوق كفاءة العدسات التيرا هيرتز الموجودة حاليا. تتكون هذه العدسات الجديدة من مصفوفة من الصفائح المعدنية المكدسة بحيث تفصل بينهما مسافات صغيرة، وما يميزها عن غيرها هو معمارية التصنيع المبتكرة التي يمكن أن يستفاد منها لتصنيع عناصر أخرى قادرة على التعامل مع أشعة التيرا هيرتز، حيث أن خصائص المواد المستخدمة في هذه العدسات ليست مهمة كما في العدسات القديمة بقدر أهمية طريقة ترتيبها. تتكون هذه العدسات من 32 صفيحة معدنية، كل صفيحة بسماكة 0.1 مليمتر، ويفصل بين كل صفيحة وأخرى مسافة 1 مليمتر. تحتوي هذه الصفائح على شقوق نصف دائرية بقياسات مختلفة مقصوصة من أحد حوافها، فعندما يدخل شعاع التيرا هيرتز طرف الإدخال للجهاز يتم تقسيمه إلى أجزاء تعبر العدسة من خلال المسافات الفاصلة بين الصفائح المعدنية، ويقوم طرف الخرج المقعر العدسة بثني أجزاء الشعاع المختلفة بدرجات متفاوتة بحيث يتم تركيزها جميعا في نقطة معينة. وقد أدت هذه المعمارية المبتكرة في ترتيب العناصر ضمن هذه العدسات إلى تخفيض كبير في فقد الإرسال مقارنة مع تلك العدسات المصنوعة من السيليكون أو التيفلون، والتي قد يصل فقد إرسالها إلى 50% تقريبا، بينما يبلغ فقد إرسال العدسات الجديدة 20% فقط. وهناك ميزة أخرى لهذه العدسات الجديدة ليست موجودة في العدسات المستخدمة اليوم، وهي إمكانية معايرتها لتصبح مناسبة لأطوال محددة من موجات التيرا هيرتز، وذلك من خلال تغيير المسافات الفاصلة بين الصفائح المعدنية للعدسات. وتكمن أهمية هذه الميزة في أنها تتيح إمكانية تصوير الأشياء عند تردد واحد فقط بعد استبعاد بقية الترددات، كما يمكن أن تستخدم نفس التقنية أيضا في تصنيع جهاز يعمل على فصل الأشعة المستقطبة في موجات التيرا هيرتز، حيث يقوم بالفصل بين الموجات حسب حالتها الاستقطابية، ويمكن استخدام مثل هذا الجهاز في تصنيع بوابات منطقية للأنظمة الضوئية التي تعمل عند ترددات من رتبة التيرا هيرتز، بحيث يتم تعيين الحالة المنطقية الثنائية 0 أو 1 بحسب حالتي استقطاب الشعاع. لطالما كانت الموجات الكهرومغناطيسية تخفي في ثناياها الكثير والكثير من الفوائد والاستخدامات لجنسنا البشري، فأنظمة الاتصال اللاسلكي بجميع أنواعها ما هي إلا أحد تطبيقاتها، بل إن الضوء المرئي بجميع ألوانه ما هو إلا جزء صغير من أجزائها. شاركونا بآرائكم عن الفوائد والاستخدامات
التي قد توفرها لنا موجات التيراهيرتز في المستقبل القريب.